انت خليل عبد المقصود؟ ايوه يا بيه. اتفضل معلم. بحق بركه الغدان ده يا سعاده البيه. قول لي العباره ايه؟ بحق بركه الغدان ده ما اعرفش فيه ايه. محمد عوض الله. انا ببيع يا سعاده الباشا. خليل عبد المقصود. يا رب انا ما عملتش حاجه وانت شاهد. فكري مرزوق. استرها معانا يا رب. ناصر عز العرب. انت عارف انت موتت كام واحد؟ انا اطبب ما موتش. وانت دكتور؟ مش طبيب. انا دكتوراه في الكيمياء العضويه. بس شهادتك دي ما تديكش الحق انك تعالج الناس. جامعات العالم كلها بتجري وراي. وما رحتش ليه لجامعات العالم؟ علشان اهل بلد الغلابه يستفيدوا بالعلم بتاعي. يحجز 4 ايام على ذمه التحقيق. خدوا عسكري. تعالوا لي انت يا بتوع القمح المشاع. معقول يا سعاده الباشا شويه عيال صحفيين ما يسووش نكله يخلوك تقلب الدنيا بالشكل ده؟ باشا لمح المشاهدة بقى له أكتر من 20 سنة، مين قال إنه السبب في انتشار السرطان؟ المفروض المحكمة هي اللي تثبت العلاقة بين القمح المشاع وبين السرطان. لا طبعا مستحيل يثبت الكلام ده يا باشا.
وبعدين انا مش فاهم جنابك خايف مني. وفي حد دلوقتي بيقرا جرايد؟ ده حتى اللي بيقروا جرايد نصهم مستطيل والنص التاني خايف. لا كده بقى فهمت ساعتك عايز تعمل فرقعه علشان الناس تنسى. لا طبعا دي مواضيع احنا فاهمها كويس قوي. امر ساعتك. طيب حاضر. قبضوا على المدير التجاري ساعتك. انا اسف. ماشي يا سعاده الباشا. لا انا عارف ان اسمه هيتلط لكن معلش كل هون عشان خاطر سعادتك. مفهوم يا باشا. لا مش هتصل معاليك لحد الميه ما تبرد. الف سلامه. ايه يا عزيم كنت بتقول ايه؟ بقول لسعادتك قبضوا على المدير التجاري. اتكلمت معاه؟ ما انا ما لحقتش يا باشا. البوليس قبض عليه قبل ما يدخل مكتبه. ابعت له شهد يحضر معاه التحقيق وتقول له مانيش عايز دوشه، ما يجيبش سيرتي خالص في الموضوع ده. تقصد ايه؟ اقصد ان ده موضوع في سينك وهيخلص بسرعه، هما بس بيحبوا يقلبوا في الحجاره عشان يدوروا على الدود، الله يعرفهم. قول له لو شال الحكايه دي هيشوف مني كرم عمره ما شافه في حياته. يعني افهم من كلامك ده ان الدكتور فخري علام هو اللي بيشتري القمح وبيجبرك على التوقيع؟ حضرتك ما تعرفوش، لو طلب مني اوقع على موت ابويا هوقع. دكتورة أميرة من فضلك ممكن تبصي معايا على الملف ده؟ صباح الخير. صباح. طيب هنأجل بس الكلام في الموضوع ده قبل ما اشوف الكمبيوتر عندي اتصلح ولا لا. اوكي. صباح الخير. انور صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. اتفضلي. ايه الاخبار؟ الكمبيوتر اتصلح؟ تمام زي الفل. كانت حاجة بسيطة نفخة كده وخلاص قضيت عليها راحت لحالها. انا عايز اعرف بقى ايه حكاية نفخة دي معاك؟ شوفي حضرتك نفخة دي يعني حاجة منفوخة على الفاضي ومليانة هواء جواها مفيش اي حاجه عباطه يعني. طيب يا عم يا ريت كل مشاكلنا تبقى نفافيخ كده. كل المشاكل اللي بتواجهنا سياسيه اقتصاديه اجتماعيه لو رجعناها لاصلها هنلاقي اصلها نفيخ. والله عندك حق يا عم. بقول لك ايه، الملفين دول توديهم قسم حسابات العملاء، قول للاستاذ توفيق يراجع عليهم كويس. الشركه اللي مقدمه على القرض حسابات ارباحهم مش مظبوطه، قول له يركز وهو بيراجع. ها انا اللي جبتك هنا وانا المسؤوله عنك. محدش مسؤول عن حد هنا، ربك هو المسؤول عني وعنك. الست جت اهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. ازيك يا منى؟ ازيك انت حبيبي وحشتني. بقولك ايه، خلي أميرة بعيدة عن الموضوع ده، انت ما تعرفيهاش. هي الست ما جاتش معاك؟ أمك بتركن العربية تحت. هو في ايه؟ انت مالك انت؟ خش خش على اوضتك. يلا يلا. خلي بالك انا ما احبش حد يتمريس عليا وما تطلعنيش غلطانه. انا ما غلطتش. انا ما كنتش عاوزه اقول لاميره عن الموضوع ده، كنت عاوزه اخدك كده على جنب وافهمك الاصول ايه بيني وبينك، لكن انت بقى عاوزه تدخلي اميره في الموضوع ده، خلاص انت حره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعي يا ست امير، انا ما بحبش حد يعدل على شغل. ايه حصل ايه؟ انا ما عدلتش على حد. امبارح وانا مروحه للعيال خدت قرنين موز وخدت 3 تفاحات كانوا هيضربوا. الست عنايات مش عاجبها فيها حاجه دي. استاذنتي من حد؟ ما استاذنتش. اللي يسرق الصغيره يسرق الكبير. سرقه؟ هي حصلت سرقه؟ حبيتين فاكهه بايظين بتسموهم لي سرقه؟ لما تاخدي حاجه مش بتاعتك تسميها ايه؟ اسميها ان انا مش عايزه اشتغل عند ناس بخله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما قلتلهاش حاجة البت البكحة دي. ولا يهمك يا عمتي. المدهش ان الناس اتعودت على الغلط، ما بقتش حتى تشوف انه غلط. ما تشوفيها لو كنت سرقة حاجة تانية. هتكون سرقت ايه يا عمتي؟ نص كيلو لحمة مثلا؟ كايس. طب ايه رأيك؟ نبلغ البوليس. انت هتحدي التريقة ايه؟ انا هروح اوضب الصوت. لا 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 استني يا عمتي، انا هغير بسرعة بسرعة واجي انا اجهز السفرة. لا بقولك ايه؟ ما نستنى هاني بقى، لأن هاني بيحب ياكل الأكل سخن. المتر هاني موجود؟ موجود موجود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هاني. أهلا أهلا وأهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك. لا 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 معك يا معك.
لا معلش يا روح، انا يعني هتاخر شويه. عندي شويه شغل كده. شغل مهم قوي. ان شاء الله ان شاء الله. حاضر، مع السلامه. مع السلامه رجب. يا فندم. الملف ده اديه المحاسب، خليها تكتبه على الكمبيوتر، وانت اول حاجه تعملها بكره الصبح تروح على المحكمه تاجل القضيه دي، مفهوم؟ وحضرتك مش راجع المكتب تاني؟ تمالك انت؟ لا ابدا مفيش حاجه، بس عشان لو حد سال. اعمل حسابك يا رجب ما تمشيش من المكتب قبل الساعه 9. حضرتك عارف انا بمشي بعد الميعاد بكتير. حول لي كل تليفونات المكتب على موبايلي، مفهوم؟ مفهوم. انت حابب تتغدى فين يا روح قلبي؟ بكره هقول للبواب يشوف لنا واحده تانيه، كلهم من نفس العينه. لو ما كنتوش طردتوا هنية كان زمانا دلوقتي قاعدين مرتاحين وهي بتخدمنا. هو حد كان كلمها؟ ايه ده، هي مشيت كده من كسوفها. كل انا هرد. الو، ايوه انا اميره. الاولين يا نينا، ليه يعني من ساعه ما جيتي هنا وكل الخدامين بيتفشوا؟ ما بيعرفوش يسرقوا وانا موجوده. فهمت يا ستي اللي عايزه تقوليه؟ اقدر اعرف بقى مين سيادتك؟ اميره، مالك يا اميره؟ في ايه؟ كملوا اكل يا امتي. شكل التليفون اللي جالها زعلها. مالكش دعوه انت بالحاجات دي، كل وانت ساكت. النهارده يوم باين من اوله عكننه. عكننه؟ عكننه ايه يا ابو عكننه انت؟ كل كل. ايوه يا عمتي. في ايه؟ مفيش، انا بس رايحه مشوار ومش هتاخر. طب قولي لي التليفون اللي جالك ده جالك منين؟ معرفش. ما تعرفيش؟ ما تعرفيش مين اللي كلمك؟ لا يا عمتي. تكونش قالت لك ان جوزك بيلعب من وراكي؟ قالت لي ان جوزي معاها دلوقتي في لوكاندت هابي اورز في الهرم، وانا لازم اروح بنفسي واتاكد. تتاكدي من ايه؟ انت لو شفتيه مع واحده وسامحتيه حسيت فيها، ولو اتطلقتي تبقي انت الخسرانه. اساليني انا. انا غير حضرتك يا عمتي، وزمني غير زمنك. ليه؟ احنا ولايا زي بعض ونفهم بعض. لا يا عمتي، انا مش ولايا ابدا. علشان انت دكتوره؟ يا حبيبتي الست هي الست، ان كانت وزيره ولا فراش. سيبيني الله يخليكي يا عمتي. تعالي بس. مش تفكري الاول الست دي عايزه منك ايه؟ عايزه تنورني، عايزه نعرف عشان اخد بالي. عايزه تسعدك ولا هتخرب بيتك؟ تخرب بيتي طبعا. وتاخده لنفسها؟ ده انا ساعتها ممكن اقتله فعلا. يا ساتر يا رب. كل ده علشان واحدة ما تعرفهاش كلمتها في التليفون وقالت لها كلمتين فارغين. يا خرابي. الو، بقول لك ايه، في واحده كلمت ماما على التليفون وقالت لها انك في لوكاندت الهابي اورز ونزلت من شويه عشان تقفشك. طب يا وليد متشكر قوي. بابا يا حبيبي، باي باي. انا مش عارف اقول لك ايه، مش هنقدر نقعد مع بعض دلوقتي، جالي شغل مفاجئ في المكتب ولازم ارجع على طول. معلش سامحيني، انا اسف. امال كنت جايبني هنا ليه؟ معلش حضرتك عليا. مساء الخير. انا دكتوره اميره فخر الدين، مديره فرع بنك في مدينه نصر. تحت امرك يا فندم. كنت عايزه اسال في الاستاذ هاني فرج الله، عمل حجز النهارده عندكم في الاوتيل. طب ثانيه واحده. اتفضلي. لا ما حصلش يا فندم. ما حصلش؟ اكيد حضرتك اتاكدي كده يا فندم. انا الشفت بتاعي بدا الساعه 12، ما فيش حد غيري هنا. اكيد يعني. اكيد. طيب شكرا قوي. شكرا. المدام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا يا فندم موجود. لحظه واحده يا فندم. المدام، ما حولتش التليفون ليه يا استاذ؟ نسيت. مين يا استاذ رجب اللي على التليفون؟ دي المدام يا استاذ هاني. المدام. طيب حاضر، انا جاي حالا. الو، انا اميره حبيبتي، ازيك؟
محكمة. انت دخل الجماعة دول محامين يدافعوا عنهم؟ شفت الصواف الموكل عن المدعى عليه السيد مصطفى فرج المدير العام للشؤون التجارية بالمؤسسة العالمية للمواد الغذائية. يعني المسؤول عن استيراد القمح المشاع. يا سيادة المحقق، مفيش حاجة بتتم في المؤسسة العالمية للمواد الغذائية إلا تعليمات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة نفسه. يعني مش أنت المسؤول؟ أنا مسؤول، ولكن مسؤول فقط عن سلامة المستندات والإجراءات. أما الدكتور فخري عبد الودود علام هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة التعاقدات. دكتور فخري؟ دكتور فخري مين؟ الدكتور فخري عبد الودود علام رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة كله، وبما فيهم أنا. خلينا نقول الحقيقة، شوية مناظر وبس. والدكتور فخري عبد الودود علام هو الكل في الكل، احنا بالنسبة له شوية تلاميذ بس، نسمع الكلام وننفذ كل المقترحات اللي بيقولها السيد الرئيس، وفي نفس الوقت نبحث وننقب عن وسائل لتنفيذ هذه المقترحات. اما بقى اللي يشاور عقله ويفكر يخالف هذه المقترحات يبقى ان شاء الله هيروح يعزز ترمس على الكورنيش. سيد الرئيس، اني اعرض على سيادتكم موقف السيد مصطفى فرج المدير العام للشؤون التجارية بالمؤسسة العالمية للمواد الغذائية والمسؤول الاول عن جلب المواد الغذائية لمصرنا الحبيبة. والان سيد الرئيس، انا في دهشة من امري، أراه يتنصل من جميع مسؤولياته بل ويلقيها على رئيسه، فيا للعار يا للعار، ما الذي جعله أن يقبل المنصب ويستمتع بجميع مميزاته إذ كان لا يقبل أن يتحمل المسؤولية؟ أنت بتدفع موكلك ولا بالدين؟ لا يا سيد الرئيس، أنا عضو هيئة مبجلة لا تنطق إلا لإظهار الحق في سبيل تحقيق العدالة في المجتمع. رفعت الجلسة. حد يطلع لي عربيتي بسرعة. تعالي يا ولاد، تعالي اقعدي. في ايه؟ في مصيبة حصلت. طلع عمرو بالقبض عليا. ايه؟ ليه عملت ايه؟ كل حاجة. أنا هعمل ايه؟ عايزيني عشان التحقيق. عايزين يحققوا معاك يقوموا يقبضوا عليك؟ هم خايفين إن أنا أهرب. وناوي تعمل ايه؟ أهرب. كلمت الباشا؟ باشا مش هيعمل حاجة. ولا يهمك، هعمل لك حفلة هعزم لك فيها كل بشوات البلد. ولا حد فيهم هيعبرك، انت اسمك لما يطلط البشوات دول يبقوا فران ما تلاقيهمش. وهتروح على فين؟ ألمانيا، من هناك على سويسرا. لإمتى؟ حد زفت شهدي ده ما يلاقي له حل. حضر لك الشنطة؟ قلت لجابر يحضرها لي. كده الحفلة بتاعت يوم الخميس مش هتتعمل. يا خسارة يا فيخة، ده انا كنت عامله حته جين حفله. ايه انت كده بترفضي القرض؟ اي دكتوره، ما هو الشركه خسرانه مش بتوزع ارباح. مش بتوزع ارباح حاجه وانها خسرانه دي حاجه تانية. انت لو حسبتي المكافئات ومخصصات الاستهلاك والديون المعدومه وحطيتي عليهم ارباح البضاعه اخر المده هتطلعي بنتائج تانية خالص. حضرتك اللي قلتي لي يا دكتوره الشركه اللي مش بتوزع ارباح تبقى خسرانه كمؤشر مبدئي، بس مش مؤشر وحيد. منال انت فاهمه شغله البنك بالظبط ايه؟ شغله البنك انه بيتاجر في الفلوس، بيشتري رخيص ويبيع غالي، والا ما نكسبش. بيتهيالي يا دكتوره كمان ان احنا بندار وبنخاطر علشان نكسب، وعشان كده العميل اللي يطلب قرض واحنا عارفين انه هيقدر يسدده وما نديلوش القرض ده يبقى احنا كده بنخسر البنك. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب انك الاول تتاكدي من مركز الشركه المالي، وبعدين تطلعي النتائج في تقرير جديد عشان نبعته للمركز الرئيسي، هما بقى يقرروا يوافقوا على القرض ولا يرفضوه. ايوه بس معنى كده يا دكتوره ان انا هشتغل للصبح، ممكن ناجل الشغل ده لبكره؟ طبعا لا. الريحه الحلوه دي، الريحه الحلوه دي اللي تجوع الشبعان دي. دي طشه الملوخيه. طشه الملوخيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. الدكتوره بنفسها هي اللي بتطبخ؟ لسه ما لقيتوش حد ولا ايه؟ راجل حرام عليك، يا دي اول مره اطبخ يعني؟ البنت الجديده هتيجي كمان كام يوم، يا
يلا ربع ساعة بالكتير والأكل هاي. أنا مش فاهم مشيته هنية دي، مش كانت تساعدك في ظروف زي دي؟ الله، هي شتمتنا ومش إيه؟ شتمتكم يعني إيه؟ مش فاهم. ما تاكلش بقى عشان ما تشبعش. يلا انده لوليد قول له يغسل ايديه وتعالوا علشان ناكل. طب اه والله فكره. خلاص الصلاه يا عمتي. يا وليد يا حبيبي. يا وليد انت ما جوعتش؟ يا بابا كنت بتفرج على الحرب. يا راجل حرب ايه وكلام فاضي ايه؟ ده وقت حروب دلوقتي. تعال 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 اغسل ايديك بقى واغسل وشك ونتغدى سوا، السفره جاهزه. وبعدين كنا عايزين نتكلم في الموضوع اللي موضوع اللي حصل امبارح. ايوه بس ما ينفعش هنا. فين نتكلم؟ فين يعني؟ ننزل نتمشى في اي حته ونتكلم. لزومه ايه كل ده يعني؟ ما هي لو ماما سمعتنا مش هيبقى كويس لا ليا ولا ليه. لا خلي بالك، خلي بالك يا وليد، انا ما عملتش حاجه غلط. ما هو حضرتك لو كنت اتقفشت ماما كانت هتفهمك غلط. اتقفشت؟ ده ايه طلباتك؟ في واحد صاحبي في المدرسه بيقول لي ان هو بقى مبسوط لما بابا ومامته اتطلقوا، عشان هو بقى بياخد مصروفين، مصروف من باباه ومصروف من مامته. انت عايز تاخد مصروف واحد ولا مصروفين؟ انا عايز اخد مصروف واحد. وايه تاني؟ وفسحه كل يوم جمعه. وايه تاني؟ ونروح الساحل الشمالي في الصيف. وايه تاني؟ وبوسه من بابا. لا انت تاخد مصروفين احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. شهري الصواف، الموكل عن المدعى عليه الشهير فخري عبد الودود علام. المرة دي بقى أنت معاه ولا ضده؟ مع العدل سيد الرئيس، دائما مع العدل. لتسمح لي هيئة المحكمة بأن أعرض على حضراتكم بعض الحقائق الهامة. المؤسسة العالمية للمواد الغذائية فخري جروب جلبت لمصرنا الحبيبة أجود أنواع القمح، وتولى تمويل هذه الصفقة بنك التعامل العربي بعد أن تأكد الدكتور فؤاد عازب من صحة التعاقد بنفسه، بل وأرسل العديد من المختصين المشهود لهم بالكفاءة للتأكد من صحة القمح بنفسه، وكتب تقريره ووقع عليه. كل هذا قبل أن يصرف لنا البنك مليما واحدا سيد الرئيس. والآن موكلي في دهشة، فبعد كل هذه السنوات من استيراد القمح من نفس المكان وبنفس الطريقة يتضح لنا أنه مشع. فلا لا وألف لا، هؤلاء هم البناة الحقيقيون سيد الرئيس، فهم المسؤولون عن نقل وتخزين وطحن القمح تحت تأثير إشعاع السحابة السوداء اللعينة. إشعاع إيه والسحابة السوداء إيه اللي بتتكلم عنه يا أستاذ شهري؟ السحابة السوداء سيد الرئيس لابد أن معاليكم لاحظها وتأثرتم بها، فبعد تعرض القمح للسحابة السوداء أصبح قمحا مشعا يسبب الأذى لمن يأكل العيش الفينو والجاتو. لذا أطلب من معاليكم الإفراج عن موكلي وبلا أي ضمانة. قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم فخري عبد الودود علام بضمان مالي قدره 10 ملايين جنيه مصري. رفعت الجلسة. الله أكبر. ده كلام فارغ، قصدهم إيه اللي عملوه ده؟ يلبسوك التهم. وبعدين يا باسم بيه اعمل ايه؟ مفيش قدامك غير الطريقتين اللي انا قلت لك عليهم، اما انك انت تستنى مكانك كده لحد ما يقبض عليك وتدخل السجن، او تطلع الفيوم تقابل معاشر ابو طفيره.
يوصلك للواحات الخارجة ويسلمك لبدو الحافر. بدو الحافر هياخدوك على الجمال لغاية ليبيا، ومن ليبيا بقى تطلع على أوروبا سنة اتنين خمسة، القضية تتنسي وترجع لولادك معزز مكرم. انت مش حاولت فلوس كفاية؟ وانت بقى تاخد مكاني. يا دكتور فؤاد انا هاخد مكانك كده كده في الحالتين. رأيك يعني؟ على الفيوم. الفيوم يا دكتور. بالتوفيق. سي يا كل سنة انت طيب يا حبيبي. انت طيبة علي. فضل قولي ايه رأيك. الله في كون ايه ده كله؟ مبروك عليك يا حبيبي. انا لو اطول اجيب لك الدنيا بحد. يا اميره يا حبيبتي وانتي معايا الدنيا كلها بتبقى معايا. انتي يا اميره القمر المنور لحياتي، انتي النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي، انتي النسمه يا روح قلبي. بس 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 بعد 15 سنه جواز لسه بتقولي الكلام ده؟ من 15 سنة لما كنت أقولي الكلام حلو زي ده ما كنتيش بتصدقيني، كنت بتمنعيني إن أنا أقوله. عشان زي ما أنت قلت ما كنتش بصدقك. ده ودلوقتي؟ بحب أسمعه جدا جدا ونفسي أصدقه. تاني؟ بعد 15 سنة ولسه نفسك تصدقيني؟ جالي تليفون من كام يوم قالي إنك نازل مع واحدة في أوتيل. صدقت الكلام الفاضي ده؟ أنا رحت بنفسي عشان أتأكد. تأكدي من إيه؟ من خيانتك. أميرة أنت عارفة بطبيعة شغلي يعني كتير بيبقى عندي عشاء أو غدا مع رجالة وستات كتير، أنت شايفة أن حاجة زي دي يعني تبقى خيانة؟ لا طب أرجوك ما تخليش حد يلعب في دماغك مرة تانية. أرجوك مرة تانية يا حبيبي. كل سنة وأنت طيب. أنا قلت يا فندم أجي بدري قبل صلاة الجمعة عشان أقول لجنابك إيه اللي حصل. أنت بتصلي يا درديري؟ أيوة طبعا يا فندم. ده اللي ما بيصليش ده شكله بيبقى ايه قدام الناس؟ مش هعلق. ايه الاخبار؟ ها الحمد لله يا فندم كله تمام، كله تنفس حسب اوامر سعادتك. الدكتور فؤاد دلوقتي زمانه خرج من الفيوم على الواحد. برافو عليك. بس انا يعني كنت عايز من سعادتك يعني طلب صغير. خير يا دردير. كنت طالب من معاليك زقه صغيره كده تخليني المدير العام. لو وصيتي تنفع ولا انت تنفع؟ ليه يا باشا؟ انا مشبوه ما انت عارف. يا فندم بعد هروب الدكتور فؤاد الشبهه دلوقتي اتحولت للبنك الممول. عموما الوظيفه دي عايزين لها واحد معاه دكتوراه، وانا وانت عارفين انت قعدت 18 سنه في كليه التجاره وفي الاخر طلعت بمقبول. يا فندم كله بالواسطه بيعدي. لما الواسطه دي يبقى ما فيهاش شك. اسمع كلامي وخليك في الظل احسن لك. يا معالي الباشا منصب المدير العام ده بيخلي الواحد كده له قيمه وله هيبة وبيقابل كل الشخصيات العامة وأي وزير ممكن يقابله في أي وقت. صح صح. وعرضة كمان للذات الأرضية اللي حصل اليومين دول. ويفوز باللذات كل مجازف ويبوء بالحسرات كل جبان. يسلم بقك يا أستاذ. اسمع كلامي أحسن لك أستاذ باسم. احنا عندنا حفلة يوم الخميس الجاي، يبقى تعال. متشكر قوي. ألف ألف شكر يا هنا. ترى أنا معزوم على الحفلة دي ولا لا؟ طب يا فندم أستأذن بعد إذنك. مع السلامة. مع السلامة أستاذ باسم. مع السلامة. حفلة إيه دي؟ ما عنديش فكرة عنها. لا أنا هسكت على اللي حصل إمبارح، ما بقاش دودة. هو إيه اللي حصل إمبارح يا دودة؟ الباشا يا أخويا لا جه ولا اعتذر. تاني الباشا. ما أنا قلت لك الباشا ما بيحبش الدوشة. أنا ماليش دعوة بالكلام ده. انت تيجي تقعد معايا في البسيم دلوقتي واقول لك انا ناوي اعمل ايه. لا معلش انا مش فاضي، عندي شغل في المكتب، لما اخلصه بحصلك. طب ايه رايك بقى؟ انا هعزم كل الناس الا هو. هعزم روبي وهيفا واليسا وام كلثوم وعبد الوهاب، كله الا هو. اليسا وام كلثوم سميعه يا وداد. ادمازيل منال ادمازيل منال. إيه؟ ايه ايه انا عملت ايه؟ انا اسفه قوي يا استاذ قمر. ايه مالك؟ الدنيا مجرد نفخه هوا. خدي انت بتعاتي ليه؟ خدي مساحه دموعك. اسفه معلش حقك عليا، ما خدتش بالي ان حضرتك. ده اكيد نفخه كبيره قوي اللي خليتك تعاتي بالشكل ده. هي السبب. هي السبب؟ هي مين دي؟ رئيستك دكتوره اميره. ايوه دي عمرها ما كانت نفخه اصلا.
قعدت تقولي ان البكالوريوس ملوش لازمه دلوقتي، المهم الماجستير والدكتوراه. خليتني دخت لغايه اما لقيت دكتور يشرف على الماجستير بتاعي. دكتور وانت هتجيله ازاي النهارده الجمعه؟ ما هو الزنديق الكافر قال انه مش فاضي غير يوم الجمعه بعد الصلاه. الصلاه قال وده ممكن يتقبل له صلاه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. اهدي بس اهدي وصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. عمل ايه يعني؟ قال ايه؟ قال لي اوهب له نفسي او اتجوزه عرض عشان ما بيحبش يعمل حاجه في الحرام. وانت عملتي ايه؟ خبطته بالشنطه في وشه وطلعت اجري. احسن احكي انت للدكتوره امير على اللي حصل ده وشوف هي هتعمل لك فيه ايه. احكي ايه بس ولا ايه؟ خلاص بقى. انت ايه اللي جابك هنا النهارده؟ النهارده الجمعه وانا كل يوم جمعه باجي جنينه الحيوانات هنا عشان اقعد مع القرود. قرود؟ القرود اصحابي دايما باجي لهم واقعد معاهم. انت ساكنه فين؟ في عابدين. في عابدين؟ طب يلا وصلك. انت معاك عربيه؟ بصراحه لا. امال هتوصلني بايه؟ يا ستي نتمشى سليكي هون عليك السكه. ايوه بس انا خايفه اعطلك وما يكونش عندك وقت يعني. يا ستي طالما شفتك يبقى عندي وقت كتير قوي. يلا يلا اتفضلي. يا ترى حضرتك لقيتي حل في موضوع الانسه منال؟ مش معقول يا انور، دي تالت مره النهارده تكلمني في الموضوع ده. اصل بصراحه البنت كويسه جدا ومش نفيخه، واللي حصل لها ده ظلم، وحضرتك ما ترضيش بالظلم. طبعا ما يرضنيش الظلم. ابعت لي منال لو سمحت حالا. انا اتصلت بالعميد بس ما لقيتوش في مكتبه، وقالوا لي اول ما يرجع هيكلمني على طول. طبعا العميد هيدافع عن الاستاذ بتاعه يا منال، والاستاذ نفسه اكيد هينكر اللي عمل. معنى كده ان انا اسكت وانسى وكان ما فيش اي حاجه حصلت؟ لا 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 انا ما قلتش كده خالص، بس احنا يا منال ناس اقتصاديين، يعني شغلتنا اننا نحلل الموقف ونقدر النتائج المجهوله، وممكن جدا نطلع صح وممكن نطلع غلط. حضرتك ما اقدر ايه؟ الاستاذ ده لازم نواجهه ولازم يتعاقب عشان ما يكررش اللي عمله ده مع اي حد تاني. يا ريت. احنا قدامنا ثلاث مستويات، بس انت اللي هتختاري المستوى اللي هنمشي فيه، لان كل مستوى ليه مشاكله وليه عواقبه. احنا ممكن نمشي في الثلاث مستويات مع بعض؟ ممكن جدا. المستوى الاول ان احنا هنطلب نقابل الاستاذ ده قدام العميد، وده طبعا مش هيسبب له اكتر من احراج. حضرتك شايف ان ده كفايه؟ لا طبعا مش كفايه، بس مهم جدا عشان نعرف بالظبط هو هيقول ايه. طب والمستوى التاني؟ المستوى التاني بقى ان احنا نقدم شكوى لمجلس الجامعه، بس ده الحقيقه هتكون نتيجته انك مش هتقدري تكملي دراسه الماجستير بتاعتك في نفس الجامعه. طب والتالت؟ اننا نرفع قضيه ونثبت الجريمه دي عليه. ودي نقدر نعملها ازاي؟ انت عارفه انه هاني جوزي محامي، انا الحقيقه سالته في الموضوع ده، قال لي اكيد ان الاستاذ ده عمل الحكايه دي قبل كده مع اكتر من حد، فاحنا لو عرفنا نجيب ثلاث زميلات ليكي في الجامعه الاستاذ ده عمل معاهم نفس الحكايه وجم شهدوا ضده في المحكمه، يبقى اكيد هنكسب. احنا قلنا كل اللي عندنا ومحتاجين تفسير من حضرتك. انا مش هكذب، انا فعلا اديت الانسه ميعاد يوم الجمعه لان وقتي ضيق وظروفي ما تسمحش. اول ما دخلت خبطتني بكتفها ووقفت قدامي وقعدت تترعش، وبعدين بصت في الارض وعملت نفسها مكسوفه. عملت نفسها مكسوفه؟ طب مش يمكن تكون اتكسفت بجد؟ وهي بتديني الشهاده ايديها لمست ايدي وعملت نفس الحكايه، بصت في الارض وقعدت تبص لي من تحت لتحت نظرات مش طبيعيه. أنا قلت البنت دي عايزة مني إيه بالظبط؟ كذاب، والله العظيم يا دكتورة كذاب. ثانية منال من فضلك. اتفضل يا دكتور، كمل. بصت لها، لقيتها حلوة وعجبتني، قلت أجس نبضها. قلت أشوف دي من البنات اللي عايزين يهزروا عشان تاخد الشهادة من غير مجهود، ولا فعلاً عايزاني أنا؟ قمت لافف ومسكت إيديها، وقلت لها ما بحبش أعمل حاجة في الحرام، يا توهبي لي نفسك، يا نتجوز عرفي. كذاب، والله العظيم كذاب يا دكتورة. انت كذاب ومنافق وما يصحش تبقى دكتور. منال منال. على فكره دكتوره البنت دي مش طبيعيه، دي خبطتني بالشنطه في عيني كانت هتضيعها. وحضرتك متصور واحده في مكانها كان ممكن تتصرف ازاي وسيادتك بتقول لها اوهبي لي نفسك او نتجوز عرفي؟ بكل بساطه كانت تبعدني تفهمني انها مش عايزه وخلاص. الحقيقه يا دكتور ده مش تصرف ابدا استاذ في الجامعه بنعتمده على بناتنا واخواتنا واولادنا. مع افتراض ان انا غلط، ايه اللي انتوا عايزينه مني دلوقتي؟ بعد اذنك يا فندم، أنا لو مكان سيادة العميد كنت حولتك لمجلس تأديب فورا. منال منال إيه حصل إيه؟ بيكتب بيكتب يا أنور بيكتب. طب ما دكتورة أميرة قالت لك توقعي يحصل حاجة زي كده. ما تخيلتش إنه ممكن يبقى بالبجاحة دي. طب بس إهدي، قال إيه؟ قال كل حاجة واعترف بكل حاجة. اعترف بإيه يا دكتورة؟ اعترف إن أنا اللي كنت عايزاه، إنه قال لي وهبي لي نفسك أو اتجوزي عرفي.
افعالك اكتر بكتير من الطبيعي. يعني انا اللي غلطانه دلوقتي مش كده؟ هو كمان غلطان، احنا الاثنين غلطانين زي بعض. يا منال يا حبيبتي، في المواقف اللي زي دي ما بيبقاش في حد غلطان لوحده. متشكره قوي يا دكتور، متشكره. منال انا اسف يا دكتور. معلش ولا يهمك، الحقها يا يعني. يا منال منال لو سمحتي انا جاي اقابل الدكتور فخري علام. Do you have an appointment? Yes. Your name please. باسم الدرديري. Yes sir. مستر باسم الدرديري. Okay. على فكرة الدكتور فخري يا صديقي، يعني لو عايزة منه اي حاجة انا اقدر يعني اتصرف. دي مش أول مرة أجيله هنا، أنا جيت كتير الحقيقة. بروميديز الدكتور فخري بيعزني معزة خاصة جدا، ده مفيش حاجة أطلبها منه وما يعملهاش. مستر باسم درديري. ثانك يو. اتفضل يا فندم. هي ما بتتكلمش عربي؟ بالطبع لا. يعني ما فهمتش ولا كلمة من اللي قلتها. تحت أمرك يا فندم. اتفضلوا احضراتكم، الدكتور في انتظاركم. انت بلغت الدكتور فخري ان انا موجود؟ طبعا يا فندم. اصل انا والدكتور فخري علاقتنا بتمتاز بالاحترام المتبادل والتقدير المتميز، وده ضرورة لاستمرار العلاقة ونموها. هو حضرتك تعرف الدكتور كويس؟ إلا كويس. ده أنا والدكتور فاكر كده، ده مفيش حاجة بتتم في المؤسسة إلا بعد استشارتي. طب أنا بقى كان نفسي أشتغل في أمن المؤسسة. أمن؟ أيوة، أصل أنا خريج كلية تربية رياضية، وأحب الشكل وأحب الخناق وأضرب رصيات وأضرب بالكوع، ما أقولكش. بعدين بيقولوا إن المؤسسة هنا بتبعت ناس تتدرب بره. أنت مادام وصلت للدور الـ30 يبقى خلاص اتعينتي. طب ما أنا جيت هنا من 6 شهور وما اتعينتش. ده يتوقف على مين واسطتك؟ يعني أنت عايز تقول إن الكفاءة هنا ملهاش لازمة. لا طبعًا لها لازمة، بس بعد الواسطة. أوامرك يا باشا. اتفضل حضرتك. ألف سلامة. اهلا وسهلا بالست روايح. خلاص خدت اللي انت عايزه وانتهينا على كده؟ لا يا اخت انا ما انتهيتش. لا بتسال ولا بترد على تليفوناتي، واجي لك البيت والحرس يمشوني. انا مش منبه عليكي 100 مره البيت ده ما تهوجهوش. امي بتموت، اسيبها تموت يعني ولا اعمل ايه؟ لا بعد الشهر ان شاء الله وده تموت ازاي؟ امك لازم تتعالج. وانت فاهم بقى المستشفيات مولعه ازاي؟ انت هتقولي لي دي ملقلبه مش مولعه. حاضر، اول ما اخلص الشغل هقعد عليكي في البيت. ماشي هستناك. مش هتاخر. طب شوف لي بقى دلوقتي حاجه معاك اروح بيها. خدي الباقي لما اجيلك بالليل. ماشي هستناك. سلام. سلامة يا اختي. ابعت لي درديري. قاعد عمال اقلب فيها، اجيبها يمين وارجع اقلبها شمال، احطها على راسها وارجع اوقفها على رجليها، اطلعها قدام وارجعها لورا. ربنا يهدك يا درديري. ايه دي اللي طلعها لقدام وترجعها لورا؟ انا مانيش فاهم حاجه. اللجنه مجتمعه دلوقتي، وجبت لسعادتك اساميهم كلهم، وجنابك ليك افضل على اكتر من نصهم. لجنه ايه؟ اللجنه اللي هتختار المدير العام، وانا هبقى مفيد جدا للمؤسسه لو خدت المنصب ده. انا بيتهيالي يا درديري هتبقى مفيد جدا للمؤسسه لو ما اخدتش المنصب ده. بالعكس، بالذكاء والفطنه اللي بتصرف بيها في احلك المواقف هتبقى هي الريح اللي تحرك المراكب الساكنه. ما انت لو ذكي بصحيح كنت عرفت ان اللجنه اجتمعت وانفضت من ساعه واختارت. اختارت مين؟ دكتوره اميره فخر الدين، خريجه كليه التجاره بتقدير امتياز، ماجستير اداره اعمال بنكيه.
دكتوراه في الاقتصاد، اشتغلت استاذه في الجامعه ثم استقالت، متزوجه وليها ولد. اخر منصب ليها مديره فرع البنك بمدينه نصر. ومديره فرع هتقدر تمشي الاداره دي كلها ازاي؟ مجلس الاداره هو اللي اختارها. ايوه بس احنا ما اخترناهاش. صباح انا عاوزك تساعديني. اساعدك ازاي؟ لو انا وانت وقفنا مع بعض هنخلي مجلس الاداره اللي عينها يمشيها في شهر. انت تعرفها؟ لا. وعايز تمشيها ليه؟ مش يمكن تطلع مهاوده؟ ما هي لو ما بقتش زي الخاتم في صبعنا نخلعها بسرعه قبل ما تثبت نفسها على الكرسي.